نزل العديد من الجزائريين اليوم إلى محلات بيع الورود في شوارع العاصمة بشكل ملفت للانتباه بمناسبة عيد الأم ليعبروا عن حبهم وإخلاصهم الشديد لأمهاتهم في مثل هذا اليوم الخاص بالنسبة للكثيرين. صح عيدك، كل عام وانت بخير ورضا. لك ما عندي أنا في الدنيا هذه، فهمتي؟ أنا كيما نقولوا ما ملقاش أم كيما هي، فهمتي؟ ونتمنى لها عيد سعيد. الأم هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان أول أبجديات الحياة ومعانيها، ومهما اختلفت الهدايا التي يقدمها الأبناء لأمهاتهم إلا أن معناها واحد، وهو التعبير عن كل معاني الاحترام والتقدير. صح عيدك يما، ونحبك، وكل عام وانت بخير. لا ماشي لي ما برك، نقول جميع الأمهات كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وانتم هما كل شيء. لأن الأم هي الحنان، ولأن الأم هي الأمان، لا يكفي يوم واحد للتعبير عن امتناننا وشكرنا لها، فالجنة تحت أقدام الأمهات.